في مطالب وزيرتي الخارجية والدفاع الألمانيتين بتخصيص مليار ونصف المليار كحزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. التفاصيل لديك. نعم صلاح، ربما هذه الرسالة التي وجهت لوزير المالية أو المطالبة التي كانت من قبل وزيرتي سواء الدفاع أو حتى وزيرة الخارجية الألمانية تشير إلى التصريحات التي كانت حتى قبل أيام لوزيرة الخارجية الألمانية لينا بيربوك، والتي طالبت فيها بتعزيز تقديم الدعم العسكري ومنظومة الدفاع الجوي لأوكرانيا. وهذا يعود بطبيعة الحال صلاح إلى التصعيد الذي كان من قبل الجانب الروسي والحديث عن الطائرات المسيرة الإيرانية التي استهدفت العاصمة، وأن النظام الدفاع الجوي الآن لكييف ولأوكرانيا هو ضروري، لأنه ساهم وفقا لتصريح سابق لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ساهمت منظومة الدفاع الجوي التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بإسقاط أكثر من نصف الصواريخ بعيدة المدى أو حتى الصواريخ التي استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية. وربما من هنا يبدو هذه المطالب بتعزيز تقديم الدفاعات الجوية ومنظومة الدفاع الجوي لكييف، لكن هذه المطالب تبقى هي فقط رسالة من قبل وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية. وزيرة الدفاع تنتمي للحزب الاشتراكي ووزيرة الخارجية تنتمي لحزب الخضر، لكن يرى يعني الخبراء هنا في ألمانيا يرى أن ألمانيا الآن يعني ربما هناك بعض الدعم وهناك دعم لاستمرار التقديم العسكري لأوكرانيا، ولكن الآن ألمانيا تعاني من عدة مشاكل على المستوى الداخلي. حتى التحالف الحكومي الذي التحالف ما يعرف بإشارة المرور، يعني هناك جدل بدأنا نسمعه داخل التحالف من خلال الأزمة المتعلقة بالطاقة. اليوم المستشار الألماني قال أن 30% من الشعب الألماني لا تؤيد إرسال الدعم العسكري لأوكرانيا. إذن يعني التحالف الحكومي يخوض هذا الجدال، هذا الحديث، سواء في استمرار تقديم الدعم العسكري. لكن وزيرة الخارجية الألمانية وفي تصريحات كانت تقول أنها يجب أن تستمر ألمانيا في تقديم منظومة الدفاع الجوي، بمعنى الأسلحة التي تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتمنع الصواريخ التي تسقط على المدن الأوكرانية، ولا يجب الحديث الآن عن الأسلحة القتالية أو الدبابات القتالية التي تتحدث عنها أوكرانيا أو تطالب بها أوكرانيا. أي أنه بمعنى الاستراتيجية يجب أن تكون هي لتعزيز الدفاعات الجوية، لا الحديث عن، وهذا أولوية وهذا ما تحدثت عنه وزيرة الخارجية، أن يكون أولوية الحكومة الألمانية هو تعزيز الدفاعات وتقديم منظومة دفاع متطورة لأوكرانيا لحماية أوكرانيا من الصواريخ الروسية، وفي المرتبة الثانية ربما الحديث عن الأسلحة القتالية.